بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمان دا وضيا شيدا شرفت له إيكو حيران جانا الكينا زمن والباء أو كمت أه وقت يدا وحو الله سبحانه وتعالى أنبيدي سكو كرامين جري معجسوين بضان معجسة دا سو أيكو أذك تهاي عقلي بن آدم كإنو رميستو هدي أوسان كو أركين اندهيسا. معجزوينك ربانيغ أهنا وحي أكلا بحان لبنوع تنكوباد ومعجزو الله سبحانه وتعالى سي النبي جيسا أو قعنتي سكوما مشو سأيدتك الرميان أو أي دليلنا أو نقطو النبي نمديسا معجزة اللباد ومعجزو الله سبحانه وتعالى جعيل إياك القعيل درتي هديد إيا سيسم أو قدليغ النبي جيسا كوا أقوى وين معجزوين كاسنا وحا كمد آه هاويني أول بقى هيد مد آن وحبدلين أو هادانا دافتي دأذي دالمضا جرتين دأذي استغاشمي يدا إن أو الله سبحانه وتعالى قدري إن أي أورقا دو أي دشو هاويني إذا آن كوارمين واسارا أو أهيد حاسكي نبي الله إبراهيم عليه السلام وحن مقال كان قوديه سيدنكو قسو قد بن دونا قصة ذا او دمستران دا وشوعان بل سكهور انتان بلابين هدي آدنغو عصوب تهاي فضلان ها إلو بن جنال كائنات سارة تسابسكرايب سي أنو دي رجاليسو غنباليل كانفرو سي اي كوسو غاران مقال ذي نحيقا كدب مركي النبي إبراهيم عليه السلام يا زوجدي سارة اي كهجرو ذين فلسطين او اي او هجرودين مصر ابار دارن او كدعذي فلسطين او غيدا وحي مركا لكو قصبنادين ان اي بحسدان او اي كعراران مصر او اي ديب اغو لابتان هالكي اي كيمادين ايغو كبقايي انو ديباتا او غيستا فرعون كي حيليغاست كتلين اي مصر مقع فرعون وحا لدي هجري بقر والبا او كتري مصر بل سمر كان ما ايسان لابانين لابدو ده او كليا وحي سارة هوري اسي وداتاي قبر اديكتا او اهايد او لقران جري هاجرا وحينا النبي إبراهيم عليه السلام ايا حاسكي سوى مرلبات كلابتين فلسطين وحا سومري ايامو ايا سندو ايا دو سارة اي نولول اد او قروح بدن او برواقة اكولا نولد زوج كيدا بل سوى حاجرتي هال أرين أو قلبي جيدا مروق جلين جرتي أو أي آد أغا مرجك جرتي أرين تاسو أهيد إن أي سن وحبه دالين سارة الله سبحانه وتعالى كما أوسن أرزاقين أوباد أي كو إلقبو سادان سي أي أرنما يسرما تفر حدودا وحي كمرق جرتي إن أي أهيد عاقر أما مد آن وحبه دالين مالين مالمها كمد اه او اي جارية دي ده هاجرة بيه او كنتي سارة ايا وحا دعضي ان اي سارة اي دان كيدا جلعه دو اما اي سو ايكتو مركاز با وحي نيه دي ده كسو دعضي ان اي هاجرة او قوريس نبي إبراهيم عليه السلام سي اي المو او قدشو او سي دو كلا اي هاجرة المهي ده او قدغتو المهي ده او كلا بل سجعيلك إياك القعيلك أي أقبتي سوج كيدا إيا سامينتا أو كلها أو غيدا وحي قشي لبلبايس أما كشاكين إيا دو كبقي سيئن أو كفغادو أو أو كوغا مشغول حاسكي سعسوب بل سأيام كديب وحا كيراضي وسواسكي إيا لبلبايسكي محايالي وحي أغيد النبي إبراهيم عليه السلام أو يهي نين وناكسن أو سي وناكسن أولا دقما او معاملة دي سونا اي آد واناكسان تهي وحينا استري هادو قورسادان معاملة دي سا اسم بدالي دونتو وحينا هاجر او قورسي زوج كيدا إبراهيم عليه السلام كدب مركي هاجر اي كسو مقدين على مديه ارقاضي دا ايا وحا دعضي ان اي سارة اي دارين تغير اما مصير دقاجيي نفتي دا مركي اي هاجر الاشي ويل كيدا اسماعيل عليه السلام ايو مسيركي كتن بذيي سارة مركاس بين نبي ابراهيم عليه السلام كدل بطي ان او كفوغي هاجر اي ويل كيدا كدبنا امر حق الله سبحانه وتعالى او قيمت اوغيد
أيو النبي إبراهيم عليه السلام هاجر يويل كيدا أقاضي أوجيي إلى واد غير ذي زرع هل كاسو أهيد مكة المكرمة قار أهان بيت الله الحرام أكتيسا وحين مكة حلقاس أهيد لولا مدقان أه أو عدلاء أه أو دير إيبية من نبعان لهين هل كاس أيو كدجيي إساغو سبوتيي أو ألان سبحانه وتعالى أغا أمان سدي أغونا دعيي إن ألا سبحانه وتعالى أو حفظيو أو أبركيو وحونا النبي إبراهيم عليه السلام ربي سكبريي دعاذا عانكا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم انت اسكدبنا وحي سارة دب اغلابتي مروك تذي يشالاي تذيذي تاسو اي سبب اهيد ان ايسن وحبدلين كدبنا وحو الله سبحانه وتعالى دوني ان او فدلغي سكو كراميو مالين مالمها كمد اه ايا وحا النبي إبراهيم عليه السلام بوقش اوغو تيميد مرتي غريب اه او اادو قروح بدن وحي وتين در عد عد او نظيف اه كمان ايسن موقنين استاميه لغو غلان جري مسافرين تا نبي إبراهيم عليه السلام وحو اهان جري ميد اادو كرامي دمان مرتديسا مركاس بو امري ان لو غورعو وان آدو عيلان كدبنا وحو مرتدا او كيني هيلب كيسي بل سوحا كديس كون نقطي مركي او اركي ان مرتدو ايسان عنينين وحي او كيني او عنتاها مركاس باي عبسي قشي قلبي جيسا سيدان وذا اقنهاي مرتدا آنان عنينين وحي لغو مرتقاضي وحا لآمن سيهاي ان اي مليغا يان شر يدغار اما ان اي حمان لدى معسيهين عدا يوسو مرتيين مركي اي لبادينين اي مرتدا اها كدريمين ارنتاس اي داها كقاذين حقيقة شخصيات كودا اي عدا ايهين وحي اهايين لبا ملك او آدو كراميسان او كسو دكتاي سمدا او توس اوغو سو دكتاي نبي إبراهيم عليه السلام سي اي اوغو شيغان ان او الله سبحانه وتعالى او صادري قوم لود سي اي او هلاغان وحي ملائكتو نبي إبراهيم عليه السلام او شيغان ان اي او سعدان قوم لود محايالي وحي كعاسيين نبي الله لود عليه السلام وين الديدين ان اي راعان كهر انت ايسان ملائكتو كتغين نبي إبراهيم عليه السلام اساغا اي حاسكي سسارا ayay ugu bishaareeyeen in ay dhali doonaan wiil lagu magacaabo Isxaaq waxayna u sheegeen in wiilkani uu weynaan doono kadibna uu guursan doono oo uu dhali doono wiil lagu magacaabo Yaquub markii ay Saara maqashay bishaaradaas ayay rumaysan weyday wixii ay maqashay warkaan oo kadis looga dhigay awgeeda waxayna ogeed in ay mustahil tahay in ay dhasho maxaa yeelay waxay ahayd mid caaqirad ah oo aan waxba dhalin waxaaba intaa u dheereed inay tahay mid gabowday oo aad u weynaatay cimrigeeduna wuxuu ahaa 90 sano waxay cabirtay farxaddeeda iyo dareenkeeda waxayna aad u la yaabtay wixii ay maqashay waxayna tiri قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب وحيتري هو جيجي موحان أليا أنيغو دقوبي أو ديجيجون أو قبوبي وأرن ليا بضن ألا سبحانه وتعالى أيان أرمي يبلن قاد كيس أيام كدب وحي سارع لوش كو قادي إسحاق عليه السلام وين رشي ألا سبحانه وتعالى أيان أبركي يذا يزوج كيذبا إسحاقنا وحا كسي فرع مي قوم لن أولو يقان بني إسرائيل وحا يمد يعقوب كدبنا وحا يمد يوسف عليه السلام سيداس أيون ألا سبحانه وتعالى أقبو جي قلبي جبسنا إي سارع
kana feeday murugteeda kadib markii ay sugeysay 9 sano. Mana ahan arrintani mid ku culus Alle agtiisa subhanahu wa ta'ala. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وحنفل يا إن أتكوذ فائدي ستين موقالكا هدي أتك فائدي ستين فضلا هائلوبين إن أدلاك سارتو أدوسي شرقري سأصحاب تاذكالي فالدال على الخير كفاعلي هدي أدنقو عصوب تهين فضلا هائلوبين جنالكا إن أتسبسكرايب سارتا سيئا نور دي رجلسو gambalel kana furoosi ay ku soo gaaraan muqaaladeena cusub hana iloobin inaad aragtiyadeena noogu reebtaan qaybta hoose ee commentiga wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.